ايه عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده هنلعب مود الشاحنات او اللي هو محاكي الشاحنات او محاكي النقل، تمام؟ انا كنت اصلا لسه بنزل اللعبه دي، فجاه اكتشفت ان في مود اصلا ممكن احطه في جي تي اي، فقلت خلاص ممكن نعمل المرتين، ممكن اعمل مره في جي تي اي تمام، ونبقى نعمل مثلا محاكي الشاحنات دوت مثلا او محاكي النقل او تراك سيميليتور، نبقى نجربه في اللعبه الثانيه. فيا ريس عشان نشوف اللي بيحصل بالظبط وربنا يستر. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنروح على المكان بتاع الشاحنه دوت، تمام، عشان نشتري شاحنه ويبقى لينا شغل نبدا نتحرك على المكان دوت. اصلا البلد تحس انها مليانه شاحنات دلوقتي، ما تعرفش يعني ده يعني عشان مود الشاحنات وكده. اوكي طبعا انا ممكن اعمل تليبورت اصلا واروح رايح هناك، بس انا مش هعمل كده عشان احنا لازم نلتزم بقواعد اللعبه ونتعامل كاننا في الحياه الواقعيه، عارف يا عم؟ ما يطلعنا على الطريق الدائري على طول، ايه القلش ده؟ هو لازم يعني يمشينا كده؟ العربية لا اوكي لسه بقول العربية الكنترول بتاعها حلو. والله لا حلو، بص في الدرافتات هي ظريفة، بس الدرافت اللي فات ده رايح عشان فجأة لقيت فيه حاجة غريبة كده. العربية حلوة، العربية حلوة، الكنترول بتاعها ظريف قوي. ايه ده، وصلنا؟ وصلنا يا بامو. اركن بقى العربية الجميلة دي. اول حاجه هنعملها دلوقتي ان احنا هنروح عشان نشتري العربيه، فاحنا نيجي عند المكان ده كده بالظبط تمام، ونقول له اكتيفيت تراك. اهي العربيه جميله، اهي عملنا اكتيفيت، جبنا العربيه جميله. فاحنا هنروح العربيه زي ما هي، اهي لطيفه تمام، ما عليهاش التراك بتاعها، هنروح بقى عشان نجيبها. بس المشكله ان هو بقى ايه مديني على الشمال كده زي ما انت شايف ان هو في تراك دامج وحاجات، هي دي بقى الفكره بقى ان هو في تراك دامج هيبقى فيها دامج، والكونتينر اللي احنا هنجيبه هيبقى فيه دامج برضه، فهيبقى فيه قلش، فالموضوع هيبقى مأساوي، عارف؟ الموضوع هيبقى مأساوي بزياده. هو ايه ماينس 11% دي؟ لا ولد اثبت اثبت يا ابو اسماعيل. انا اسف انا اسف انا اسف، المشكله ان هما كمان في ناس بتتعصب، يعني في واحد هتلاقيه اتعصب دلوقتي ونزل لي، لو خبطت حد ولا حاجه هينزل لي. لو انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا ابو اسماعيل ابو اسماعيل لا اوعى تتركش. عديني يا اسطى، عديني يا حاج. ريب انا اسف انا اسف والنعم انا اسف، ما علينا. يا كوبايه بقى انت عارف في ايه يعني، كل دوت هيبقى عادي مفيش مشكله. المشكله بقى لما تجيب الكونتينر، العك هيكون هنا. لا اله الا الله. عديني يا حاج. لا اله الا الله. والاخ ده ظهر امتى؟ لا اله الا الله ولا بتابع ماينس 9% هو ايه؟ ايه القلش ده؟ اوكي طيب هنعرف دلوقتي ماينس 9% دي معناها ايه؟ كان ماينس 9 وبعد كده بقى ماينس 11. اوكي في ترافيك النهارده. لا والفرامل مريحه، عارف انت مفيش جو فرامل. لا ما تقوليش بقى عشان هي العمليه مش طالبه. اوكي ايوه بس كان عدوني يا اخوانا. يا عمي ارجوك انا داخل شمال اصلا. قالش ده سواقه سواقه يعني. طبعا انا اسف جدا على جو السواقه اللي مش ولا بد، انا بحاول ان انا اظبط الدنيا، انا ظابط الدنيا شويه في اوقات بس بتقلش معانا. طب نبص من جوه. اوكي انا اصلا بحب السواقه من جوه.
حلو موضوع السواقه من جوه ده، الموضوع ظريف جدا. في ريلاكسيشن شويه، مظبوط. لا اله يا عم، العربيه ما بتفرملش يا عم، ايه القلش ده؟ ولا هي كانت اشاره المفروض كنت تقف اصلا؟ تهريج ده، اشاره حمراء وانا داخل عادي مفيش اي مشكله. اوكي طبعا انا عكك الدنيا يعني. بصوا احنا هنطلع كل الهاري بتاعنا هنا تمام، لان انا عارف اللي هي في تراك سيميليتر اصلا هنهي يعني، هيبقى الموضوع فيه هيبقى واقعي تقريبا بزياده. اوكي اشاره خضراء. هو المكان بعيد ولا انا بتهيألي؟ مظبوط. سواقة من جوه العربية ممتعة جدا. لا إله إلا الله. ولع نور يا عم. يا عمي أرجوك أرجوك. فرامل مش موجودة. لا انا لو فتحت بتاعها هلاقي نفسي خارب الدنيا تقريبا. كيك كيك وصلنا وصلنا وصلنا. الحمد لله وصلنا. تقريبا والله ايه ده جاز. ريب. اوكي. بيقول لي بريس اتش وتقتش البتاعة تمام، لا اما اتش يعني اتش ان انا اوصلها، لا اما اتش ان انا افصلها، لا اما اتنين ان انا اكويت. لا اكويت مين؟ اتكلم في ايه؟ اتكلم في ايه؟ اوكي العربية بقت تقيلة. العربية بقت تقيلة. خلينا من جوه، انا حاسس ان الموضوع من جوه ألذ شوية يعني. تقريبا الرداء انفصلت ولا ايه؟ ويت الحمد لله. افتح يا اسطى. احنا لسه مش المفروض نعدي من هنا اصلا. قريب ابو اسماعيل ابو اسماعيل. اوكي احنا لسه اصلا كسرين بوابه من شويه. اهو فتح البوابه الحمد لله. اوكي اوكي اوكي. تقريبا الفيديو ده هيبقى عباره عن تشيل يا جماعه، يعني تقريبا هحط لكم مزيكا كده عارف انت، اللي هو تتشيل فيها وتروق دماغك تنسى كل حاجه وتستمتعوا بالسواقه. ايوه السواقه في حاجه مش فاهم. تقريبا ابو اسماعيل بس في حته تانية بيقبض على حد. لا اله الا الله. كتر ما علينا. اوف يا ابو اسماعيل اوف اوف. والنبي عشان يلعب لا مش طالبه. مش بقول لكم الموضوع فيه هري شويه لان في حاجات واقعيه كده بزياده. ايه البوليس ده اللي كان بيجري؟ انا يعني فكرته بيجري ورايا يا عم. انا مستني الاشاره ما اعرفش ليه. بس اشتغل انا مستني الاشاره.
افتح يا اسطى. فتحت كده الحمد لله. انا بحاول ان انا التزم كاني سايق بجد في يعني في الحقيقه. لا اله الا الله. المشكله كلها بقى البتاع اللي انا ماسكها دي، البتاع اللي هي متوصله للعربيه، الموضوع هيبقى فيه هري بقى. ليه بقى؟ قول لي ليه. انا ممكن تفصل في اي وقت، لو عربيه خبطت عملت حادثه ولا اي حاجه من دي ممكن تفصل. ولا لا ما مش بقى فاقع يعني حبكت تروح محود لي في الحته دي. قالش ده عظيم ولا عظيم الموت؟ لا الموت موت فيه ريلاكسيشن شويه. ترى انت لما بتقعد تركز في حاجه مثلا معينه تقعد تعملها الموضوع بيبقى جامد. لا حول ولا قوه الا بالله. ارجع يا ابو اسماعيل. سوري يا اخوانا معلش 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 انا اسف. هي الاشاره حمراء ما مش عارف بس انا ممكن اخش شمين تقريبا. لا اله الا الله. لا المفروض انت ايه بتاخد كمان الملف على واسع. انا كسرت اشاره ما علينا يا اسطى. بقى ارجوك بقى ارجوك ارجوك ما علينا. بص احنا نطلع على الدائري الدنيا هتبقى ظريفه. احنا هنطلع يمين؟ ايه يا عم ده انا كنت فاكر ان احنا هنمشي لنا شويه حلوين. بوليس بوليس معرفش بيدور على مين. موضوع مأساوي جدا. حلاوتك يا ابو عمو في السواقه. ايوه خليه. لا اله الا الله. ايه كل عربيات النقل دي؟ سوريا احلى مسا عليك يا ابو عمو. العربيه اللي جنبي عماله بتوقع حاجات. انت يا عم انت على طول صح؟ وانا ليه اول مره اعدي في طرق اول مره اشوفها؟ بعدين انا المفروض انا النقل امسك اليمين مش الشمال يا ابو اسماعيل. انا اصلا بقعد اشتكي على الموضوع ده كتير قوي وانا سايق السكوتر. انت يا اسطى اللي سايق الموتوسيكل خد يمين بقى. خد يمين عشان بص انا بسوق سكوتر برضو عارف الليله. خد يمين ما مش لازم تاكل الحاره. ولع ولع. انا قفلت على الواد صح؟ سوري. ده بوليس ده بوليس ده بوليس سكت عيب ما علينا. لا حول ولا قوه الا بالله. ده ايه الالتزام في السواقه ده؟ قربنا تقريبا قربنا. ما علينا ما علينا. جرافيكس عنيف قوي. اوكي وصلنا وصلنا. الدنيا ظريفه. ايه يا عماد عامل ايه؟ عماد بس اللي ماسك الورديه. يا ابن الذين بص حاطط العربيه فين؟ سالكة كده يا اسطى. وش وش لم عجلك. اوكي اوكي اوكي. بقول ايه ماشي من بقول نفصلها.
فصلتها كده ولا ايه؟ مش عايز يفصلها. بص بص انا عندي حركه ظريفه. بص بص اها فصلتها. انا فصلتها بطريقه بنت لذينه قوي. ماشي. لا المود ظريف يا جماعه. هو تشيل شويه. كنت فاكر ان هيحصل اكشن وبتاع والناس هتطردني وحاجات زي كده. طلع الموضوع لا، هي بتفرق على حسب انت هتنيل ايه. تمام. لو نيلت حاجه مأساويه وخبطت ناس وبتاع هتبدا الناس تدور عليه. غير كده لا، الدنيا هتبقى ظريفه. فعملا يعني يا رب الفيديو عجبكم. عجبكم الفيديو حابين نشوف فيديوهات تانية من جي تي اي او من سيميليتور تراك. تمام. اتاكدوا من لايك وسبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. خش معايا يا كابتن ارجوك. انا لو كسبت الفايت دوت انا هقفل. والله انتوا بتهرجوا كلكم 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 بتهرجوا.